هذه الصورة ليست خيالاً، وإنما مشهد حقيقي وقع فصوله جراء غارات الطيران الحربي التركي على عفرين. لم يبقى للمدنيين ملجأ إلا المغارات الواقعة على التلال المحيطة بالمدينة لحماية أنفسهم من الغارات، والتي تستهدف أي حركة أو محاولة إيصال صوتهم إلى المنظمات الدولية التي تقف صامتة حيال هذا المشهد. يا عالم، يا دول إسلامية، نحن شو زمنا؟ نحن شو عاملين؟ يعني نحن ناس أبرياء مدنيين، نحن لا ننام الليل ولا النهار، ولا نحسن ناكل ولا نحسن نقعد. الساعة 3:30، الساعة 4:30، الساعة 2:30 بيضربونا قذائف، لا قذيفة ولا 2 ولا 4 ولا 10 ولا 20. خاف الله يا أردوغان، اتقي الله. يعني نحن شو ذنبنا؟ والله ما بنعرف شو ذنبنا. نحن مدنيين، نحن ما عاملين شيء. فاطمة في العقد الخمسين من العمر، تعيش في إحدى هذه المغارات في تلة براجو مع أفراد عائلتها بعد تدمير منزلهم بالكامل، وبعد أن خسرت أحد أبنائها في القصف التركي. هربنا من إجينا على الجنديرس، تخرب بيتنا والطائرات من ناحية عم تضرب والصواريخ من ناحية. نحن طيب شو ذنبنا؟ نحن أطفال هالنسوان، شو ذنبهم يعني؟ قاعدين بالمغارة استدعوا شوفوا حالتنا، نحن شو ذنبنا نحن يعني؟ طائرات تبع تركيا بتوصف علينا، إيش بدهم منا يعني؟ ايش عملنا نحن؟ ولا ما عم نعمل شيء. الاشتباكات على كامل الشريط الحدودي، وشهد جبل برصايا اعنفها خصته القصف المدفعي، فيما استهدف الطيران الحربي التركي باكثر من 10 غارات قرى كفر جني وقيبار في محيط عفرين. هذه احد المغارات والكهوف التي التجأ اليها المدنيين هربا من القصف المدفعي والغارات الجوية لطائرات التركية والتي تستهدف بيوتهم بشكل عشوائي. نازي سيد، قناة الغد، عفرين.